السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل شرح برنامج بول بوكس. احنا كنا خدنا المحاضرة اللي فاتت ازاي ندخل بيانات الكاستمر والفيندور والايتمز. هنكمل النهاردة في بعض النقط الرئيسية اللي هي ازاي ندخل قيد يومية، ازاي نعمل عملية شراء، ازاي نعمل عملية بيع. هنبدأ أول حاجة بالقيود اليومية، ولما نقول هنا قيد يومية احنا بنتكلم على قيد اليومية العام، بمعنى ان احنا الشاشة اللي هنشتغل عليها ديت تقدر تدخل فيها اي قيود ما عدا قيد المشتريات او قيد المبيعات، لان قيد المشتريات وقيد المبيعات هيبقى ليه دورة مستندية خاصة بيه، وبمجرد اكتمال الدورة ديت هي بتسجل عملية البيع او الشراء في قيد اليومية. الحاجة التانية احنا ممكن برضو نستخدم شاشة ادخال قيد اليومية في عمل قيود سداد للموردين او تحصيل من العملاء، ولكن سداد والتحصيل هنا ما بيكونش مربوط بفاتورة شراء او فاتورة بيع، او بمعنى تاني هيبقى السداد او الشراء النقدي. طيب ازاي هنبدأ الاول؟ ليه نجيب الشاشة بتاعت ادخال قيد اليومية؟ هنجيب من قائمة كومباني، وبعدين هنلاقي في عندنا اختيار اسمه جورنال انتري. ميك جورنال انتري اهوت، ميك جنرال جورنال انتري يعني عمل قيد يومية عام. اول ما هنفتح الشاشة هيظهر عندنا على طول شكل شبيه بدفتر اليومية اللي احنا متعودين عليه. في عندي هنا اسم الحساب، واذا كان الحساب ده ديبت مدين او كريدت داين، والمذكرة او شرح القيد. بقية المكونات الشاشة هتلاقي عندنا الشاشة الرئيسية فوق عندي بريفيوس، استعرض لك القيود السابقة، نيكست القيود التالية، سيف حفظ القيد، برنت طباعة القيد، الهيستوري اللي هو تاريخ القيود اللي انت دخلتها قبل كده كلها، التاش لو انت عايز تحط اي مرفقات مع القيد زي الفواتير وخلافه. طيب ادخال الحسابات، انت بتختار المفروض اسم الحساب اللي انت عايز تعمل له القيد. يعني مثلا لو انا عايز ادخل قيد خاص بالانفنتوري، يبقى انا هختار حساب الانفنتوري، وبعدين ادخل القيمة بتاعته في الديبت. مثلا لو انا بشتري بضاعة مثلا ب20,000، وبعدين بنزل على السطر الثاني ادخل الطرف الداين او الكريدت. يعني لو انا مثلا شاريها كاش هدور على حسابات نقدية عشان ادخل حساب الكاش بتاعي. طيب لو انا فرضت كده ان انا بدور دلوقتي على الحسابات، انا مش لاقي الحساب اللي انا عايز ادخل القيد بتاعه. في حالة ان انا مش عارف، مش لاقي الحساب او الحساب ده مش موجود، انا عندي اد نيو، ممكن ادخل انا الحساب اللي انا عايز ادخله. ادخل مثلا حساب هيكون نوع بنك مثلا، وبعدين اعمل كونتينيو، ادخل اسم الحساب ده مثلا بنك مصر. على فكرة ممكن هنا تشتغل بالعربي او بالانجليزي مفيش مشكلة. خلاص الحساب مسجل عندي اهوت، ويبقى القيمة بتاعته هدخلها عندي في الكريدت. احنا ال 20,000 الاولانيين دي المفروض كانت تطلع على السطر اللي فوق. خلاص اول ما عملت انتر اتحفظ القيد. يبقى ده طريقة ان انا ازاي اتسجل قيد يومية
عام. طيب الحاجة التانية اللي احنا عايزين ناخدها بقى، ازاي نقدر نعمل عملية شراء او عملية بيع؟ عملية الشراء والبيع ليها دورة. أول حاجة لو احنا بدأنا بعملية الشراء، عملية الشراء بتبدأ بفاتورة شراء، يبقى أنا أول حاجة المفروض إن أنا هبدأ أشتغل عليها هي فاتورة الشراء. هنلاقي عندي هنا أدي إنتر بيل فاتورة الشراء. لكن لو احنا رجعنا للدورة المستندية للمشتريات، على ان الدورة المستندية للمشتريات بتبدأ الأول بأمر الشراء، يبقى أنا المفروض قبل فاتورة الشراء هيكون في عندي أمر شراء اللي هي البرشيس أوردر. طيب أنا البرشيس أوردر مش ظاهر عندي في الشاشة، طيب إزاي أخلي البرشيس أوردر ده تظهر عندي في الدورة المستندية؟ هاجي أفتح قائمة إيديت وبعدين بريفرنس وبعدين هروح على أيتيمز أند إنفنتوري، ومن ايتمز اند انفنتوري هختار كمباني بريفرنس ونشط انفنتوري اند بيرشيس اوردر ار اكتيف، وبعد كده اوكي. هيقفل الشاشة ويفتحها تاني، هيكون ظاهر فيها البرشيس اوردر. نلاحظ دلوقتي ان احنا بعد ما قفلنا البرنامج وفتحناه تاني ظهر عندنا ايقونه جديده اهيت اللي هي بيرشيس اوردر و ريسيف انفنتوري وبعدين انتر بيل اجينست انفنتوري. يعني معنى كده انا هعمل الاول امر الشراء وبعدين هستلم البضاعه وبعدين هيطلع لي فاتوره الشراء. طيب لو فتحنا بيرشيس اوردر ادي شكل امر الشراء، بيبدا اول حاجه عندي بالفيندور، مين المورد اللي انت مطلع له امر الشراء، وبعدين المندوب بتاعه اللي هيعمل لك الامر الشراء ده مين، أو الامر بتاع الشراء بتاعك. بعد كده بتبدا تحت بقى تخش على ايه هي الاصناف اللي انت هتشتريها، تحدد الايتمز اللي انت هتشتريها ايه، وبعدين الوصف بتاعها، الكميه اللي هتشتريها قد ايه، مين العميل اللي هيشتري منك، القيمه بتاعتها هتبقى قد ايه. وطبعا عندي التاريخ ورقم امر الشراء وميعاد اللي هتوصل فيه البضاعه. يبقى دي البيانات الاساسيه الخاصه بيه امر الشراء. وطبعا عندي هتلاقي دايما الشريط اللي فوق تقريبا واحد في كله، بريفيوس ونيكست وسيف وبرنت وايميل، دي كلها الاختيارات المتاحه في كل الشاشات اللي احنا هنشتغل عليها واحنا بندخل البيانات بتاعتنا. لما نقفل بيرشيس اوردر ونرجع تاني نشوف انتر بيل على اساس ان احنا بقى خدنا خطوه خلاص بتاعت استلام البضاعه، هلاقي عندي الفاتوره مقسومه عندي لجزئين، الجزء الاولاني هو الفاتوره موجوده عند بيل، الجزء اللي تحت ايه بالظبط اللي انت هتدفع فاتورته. عندي اكسبنس لو انا المشتريات بتاعتي مشتريات نقديه او لو انا بدفع مصروفات نقديه. القائمه الثانيه ايتمز لو انا عندي بضاعه كنت محددها على الحساب، بحدد الاصناف بتاعتي اللي انا استلمتها وبعد كده ادخل بيانات الفاتوره. لو انا خدت اول حاجه عندي الاختيار الاولاني بيل، ان انا هدفع ان انا هيجيلي فاتوره مشتريات، اول حاجه مين هو الفيندور اللي انت اشتريت منه، طبعا مجرد ما انت بتحسبها بتحدده بيطلع لك بياناته، بقول لك هنا البضاعه دي المفروض تكون محدد امر الشراء بتاعها اللي انت كنت مدخله في الاول، ان هي اللي احنا لسه مدخلينه دلوقتي، فحددنا امر الشراء اللي انا كنت محدد بيه البضاعة اللي انا كنت هشتريها. وطبعا بمجرد ما انا اخترت امر الشراء،
طلع لي البيانات بتاعت امر الشراء، وبقينا واقفين على ايتمز لان ده جاي لي من امر الشراء انا كنت مدخله قبل كده. يعني معنى كده ان ده كان داخل عندي على الحساب، بدخل المبلغ المفروض ان انا هدفعه، وطبعا تاريخ استحقاق الفاتورة وتاريخ النهاردة والرقم بتاع الفاتورة، والمفروض هنا بيظهر عندي العنوان بتاع المورد والشروط بتاعة السداد بتاع البضاعة، وبعد كده بعمل سيف اند كلوز او سيف اند نيو. طيب لو انا بدفع اكسبنس، انا بدفع مصروف، بقف على اكسبنس وبكتب ايه الحساب اللي انا هسدد عليه المصروف بتاعي، وبعد كده نفس الكلام برضو سيف او سيف اند نيو، وبرضو بكون محدد مين هو المورد اللي انا المفروض هدفع له قيمة المصروف ده او قيمة الفاتورة دي. عملنا سيف اند كلوز، يبقى كده هتتحفظ ويبدأ يخش معايا على الشاشة الرئيسية تاني من اول وجديد. طبعا عندكم التفاصيل بقى بتاعت كل الاوبشنز المتاحة في كل شاشة من ديت في الكتاب، تقدر انت ترجع لها وتشوف كل التفاصيل الموجودة في كل حالة منها. طيب الحالة التانية، لو انا عايز اسدد او اثبت حالة الشراء بالسداد بشيك، لو انا هسدد عن طريق شيكات، هلاقي عندي هنا في حاجة اسمها رايت شيك، موجود عندي هنا رايت شيك اهيت. يبقى انا في حالة الشراء مع السداد بشيك، هو بالظبط زي فاتورة الشراء، الاختلاف الوحيد ان انت في الحالة ديت بتسدد بشيك، وهيظهر عندك الحساب ده في حساب البنك او هيتخصم عندك من حساب البنك. اول ما فتحناه هو جاب لي حساب البنك اللي عندي اللي انا كنت مسميه بنك مصر، ده الحساب الوحيد اللي انا كنت عامله على انه حساب بنك. وبعدين الصيغة اللي فوق ديت هي نفس الصيغة بتاعت الشيكات، احدد مين هو اللي انا هدفع له الشيك، وبعدين مستحق عن ايه، المفروض ان انا مدخل له فاتورة قبل كده، اقول له كونتينيو رايت شيك، هيدخل لي هو لوحده على طول انا كنت مدخل له قبل كده مصروف اللي انا كنت هدفعه له، هو جاب لي قيمة المصروف، هكتب له القيمة المفروض انا هدفعها كام، نعملنا انتر عشان كده هو جابها على طول وحفظها، راجع اعملها تاني اهيت، انا دخلت الالف هنا هو كتبها فوق في الشيك وفقطها لي هو 1000 وقفل لي الشيك وحط لي الرقم بتاعه هو 66. يبقى انا كده سبت الشيك بتاعي. هتلاحظ كمان ان هو جايب لك هنا الرصيد بتاع البنك اللي بقى عندك كام، احنا ما كناش حاطين فيه رصيد، فالارصده بتظهر عندي هنا سالبه لان انا ما كنتش حاطط له رصيد في الاول، فكل الارصده دي بتظهر عندي فيه بالسالب. بعد كده اعمل سيف اند كلوز، يرجعني تاني على الشاشه الرئيسيه. ده في حاله لو انا قلت ان انا بشتري بشيك او ان انا بسدد القيمه اللي عليا بشيك. في عندنا هنا لو احنا لاحظنا الشكل اللي موجود عندي في الجزء الاولاني بتاع المشتريات، هتلاقي بعد انتر بيل في عندي باي بيل، ادفع الفواتير. لو انا فتحتها هيجيب لي كل الفواتير المستحقة عليا، اقدر اختار هنا فاتورة او اكتر من فاتورة لو انا عندي اكتر من فاتورة، علشان اقول ان هي ديت الفواتير اللي انا هسددها. طبعا مجرد ما بختار الفاتورة ديت هتلاقي ظاهر لي تحت هنا مين هو الفيندور اللي انت هتسدد له، المبلغ اللي مستحق عليه بكام، الحساب اللي انت هتسدد عليه بتاع بنك مصر، الرصيد اللي باقي فيه كام، الطريقه اللي هتسدد بيها اذا كان عندي شيكات او كريدت كارد، كل البيانات الخاصه بيه سداد الفاتوره. بعد كده هتقول باي سيلكت بيل، يعني سدد جميع الفواتير اللي تم اختيارها. يعني معنى كده انا ممكن اسدد فاتوره او اسدد اكتر من فاتوره في عمليه واحده. قلت له باي سيلكت بيل، خلاص كده المفروض ان كل الفواتير اللي عندي هتبقى كده سددت. اقول له باي، يبقى كده هنلاقي الصفحه عندي بقى اتفضي اهيت، ما عادش فاضل عندي فيها اي فواتير. ده الجزء اللي احنا محتاجين نعرفه في المشتريات، وانا بحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد نفس الخطوات اللي احنا خدناها واحنا شغالين على برنامج البيتش تري. هيبقى كده احنا فاضل لنا ان احنا ناخد الكلام ده في المبيعات هيبقى ازاي، وبعدين هناخد
جزء تاني خاص بالتقارير، ازاي تستعرض التقارير الموجودة عندك في البرنامج. طبعا في بعض الاجزاء هتلاقي انا ما قلتهاش اثناء الشرح، الاجزاء دي طبعا هتعتبر ملغية مش مطلوبة منك دلوقتي، يبقى احنا الاجزاء اللي بتتشرح بس هي المطلوبة منك. في بعض الوحدات انا ما قلتهاش، زي مثلا الوحدات الخاصة بالكلاس او المجموعات او تقسيم لمجموعات، زي الوحدة الخاصة بالجزء بتاع التسديدات لجهات خارجية، ده برضه مش مطلوب منك. يبقى احنا كده ان شاء الله المحاضرة اللي جاية هنكون خلصنا الكويك بوكس، ويبقى كده الجزء بتاع المحاسبة في نظم التشغيل الإلكترونية انتهى. يبقى هنبدأ بعد كده في الجزء الخاص بالمراجعة في ظل نظم التشغيل الإلكتروني، وشكرا.